خوت بغيت ندير لكم واحد الفيديو خفيف ديال هذا التريومف 675، فيديو خفيف. كنشكروا بعدا الاخ امين، حيت دابا هذا الموتور هذا فيه النغمه، هذاك الشيء قلت راه ندير لكم هذا الفيديو هذا. لذلك الخوت انا قررت ندير لكم هذا الفيديو هذا، بعدا كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وما تنساوش الخوت، اي واحد شاف هذا الفيديو هذا ما خسرت والو الا بارطاجيتو. معكم مصعب، تحياتي مصعب يا العفريت. نتمنى يكون الصوت كيتسمع لكم مزيان، سبائي رايك ليه كتغمز لكم. انا هو اللي قنعت امين باش يدير البوات، ديما كنجي لعندو كنقول ليه موطور بلا بوات ما كيسوا والو. تبارك الله، عرفتو اتمنى الخوت يكون الصوت كيتسمع لكم مزيان، حيت تبارك الله فيه واحد النغمه زوينه كتشبه شي شويه ل 3 سي بي ديال ام تي 09، كذلك هذه فيها 3 سيلندر، الصوت كيكون متقارب شي شويه. عطو واحد البلوكاج في هذاك النيطره، اللهم بارك الخوت. والله العظيم الا كتشبال كتشبال ام تي 09. تبارك الله الطرواسيلان كيكون فيه الكوب مزيان. عرفت واش غيدخلوا مع الدخله هذه ولا غادي يكملوا. ولكن تبارك الله عرفتوا دابا مع دار لي البوات. شوف خويا امين فاش تفرج هذا الفيديو هذا ساعة داك البوات ما بقاش ندوي معاك، رجعتي بوستون دا. الى رجعتي بوات ستوندر ما بقاش ندوي معاك. غادي ندوي لكم بزاف على هذا الموتور، هذا فقط واحد الفيديو خفيف ظريف على هذا بهذا التريومف 675 في قنيطره. المهم هذه من الصنع ديال الانجليز، التريومف ديال الانجليز الخوت. من المطر اللي بصراحه زوينين، كوتي ماشين ديالها زوينه، ولكن المشكل في المغرب ان يعني كيتعطش ليها بنادم بزاف وما كيعرفش ليها، ولكن هي راه واعره وخصها الكوار، كنشوفهم انا كيتعطاو ليها بزاف. معنا الدراري، معنا مصعب مو بايكر، دراري مو بايكر في الانستغرام، معنا بلال دوزيام بلاس سي بي ار، ومعنا الاي ام رايدر 59. تكي المكي مع دابا حتى السوكان ديالها زوين، يعني مرتاحه. سمعوا سمعوا الخوت، سمعوا تبارك الله تبارك الله، حتى الموتور هذا زوين تبارك الله، عند امين مهلا فيه الماكينه تبارك الله.
القادم الى الكوب فيها تبارك الله ناضي جاعره جاعره على الكاتسينات. نقول لكم اللي كاين الخط والله الا جاعره على الكاتسينات في الطبارات، خاصك تعرف كيفاش تعمر ليها وصافي. دوزيام ديالها ماشي بحال دوزيام ديال السبائر، طبيعة الحال السبائر في الطوارات راه ما غاديش تشدها هادي، إنما هادي الديبارات عند الديبارات مجاهدين، كل ما كينقصوا لي سيلاندر كل ما كيكون الكوبل طالع أكثر. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. كترجع للروتستر كتحس بالراحه كتار من الروتير. مانيا جباتني خفيفه واعره. كل ما في الامر الخوت غادي نختم لكم الفيديو، ما تنساوش البارطاج العالم كامل ديك التبلبيله الروينه هادي التريومف الخوت. انا نضرب لكم عليها دوره كيف ما شفتوا الخوت في البدايه ديال الفيديو، وتحياتي لكم عاد الفيو هذا الله يعاونكم.